ماذا تعرف عني؟ مسجد أحمد المهمندار في منطقة الضرب الأحمر أنشئ سنة 1325 ميلادية على يد الأمير أحمد المهمندار، ويحتوي على مدرسة تضمنت تدريس الشريعة والفقه ومدرسة صوفية والأضريح، وهي ظاهرة كانت جديدة نسبيا وقتها، ثم انتشرت بعد ذلك في مساجد القاهرة. سؤال اليوم: في سنة 1135 ما الذي جدده الأمير سليمان آغا القصد عليه؟